بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة، والحلقة رقم 54. هنحكي في حلقة النهاردة واقعة فرح بنت عبد الواحد، واقعة حسن الفار وزينب أم مصطفى أم ريا وسكينة، وهقدم لكم الحالة الشعبية في مصر في الوقت ده وقت قضية ريا وسكينة، وهقدم لكم لأول مرة على اليوتيوب نص التحقيق مع فرح بنت عبد الواحد، ونص التحقيق مع حسن الفار ومع عبده حليتو ومع زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة. أرجوكم تتابعوا الفيديو للنهاية. الساعة 9 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر أو تشرين تاني سنة 1920، وصل سليمان بك عزت لديوان اسم شرطة اللبان. أول ما جلس على مكتب المأمور دخل عليه الصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان، وأبلغوا إن اسم شرطة العطارين تلقى بلاغ بإن في امرأة اسمها فرح بنت عبد الواحد عندها معلومات هامة عن القضية، فتم القبض عليها وتم إرسالها هي والمرشد اللي بلغ عنه واللي كان اسمه محمد سيد سلام، تم إرسالهم لقسم شرطة اللبان. وقالوا كمان إن مركز شرطة كفر الزيات تلقى بلاغ من مرشد آخر اسمه حسن الفار عن وقائع تتعلق بعضو من العصابة لم يتم إلقاء القبض عليه، والعضو ده أو اللي لم يتم القبض عليه ده هو زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة، فتم القبض عليها وتم إرسالها مع المرشد حسن الفار لاسم شرطة اللبان للاستماع لأقوالهم والتحقيق معاهم. أحال سليمان بك عزت البلاغ الأول الخاص بفرح بنت عبد الواحد للملازم تاني عبد الغفار أحمد ملاحظ الاسم، وأحال البلاغ الثاني الخاص بحسن الفار وزينب أم مصطفى للصاغ محمد كمال نامي للتحقيق فيه. كانت الواقعتين دول نموذج للحالة السيكولوجية العامة اللي أحاطت بالشعب المصري عن جرائم عصابة ريا وسكينة. ما كانش المصريين في الوقت ده لهم حديث آخر إلا جرائم عصابة ريا وسكينة. كانت فرح بنت عبد الواحد امرأة ريفية عمرها حوالي 60 سنة، وكانت هجرت مع زوجها من قريتها في محافظة الغربية للإسكندرية عشان تبحث عن عمل وعن حياة أكثر راحة وأكثر بهجة من حياتهم القاحلة في قريتهم الصغيرة، ولكن ده لم يحدث. فاضطرت فرح بنت عبد الواحد إنها تنزل لسوق العمل تخدم في البيوت، وبسبب تقدمها في السن ويمكن بسبب عدم كفاءتها في العمل عجزت فرح عن الحصول على عمل ثابت كخادمة مقيمة في أحد البيوت. كانت فرح بتقوم بأعمال متقطعة غير ثابتة من النوع الشاق، الأعمال اللي ما كانش الخدم المقيمون في البيوت بيقوموا بيها، زي كنس البيوت المهجورة وخبيز العيش أو خبيز الخبز وغسيل الملابس، أو إنها تغربل الخزين من الحبوب زي القمح والسمسم والدقيق إلى آخره. كانت فرح بتتعرض لتعالي سيدات البيوت اللي ما كانتش بتتعامل معهم بصورة مباشرة، ولكن كان التعامل بيتم عن طريق وسيطات من الخادمات المقيمات، كانوا هما اللي بيشرفوا على فرح أثناء عملها، وكانوا بيعملوها بقسوة يمكن تفوق قسوة السيدات أو سيدات البيوت. تخيل بقى لما خادمة تشرف على عمل خادمة أخرى وتقسو عليها وتقود عملها، وكانوا بينقصوا من أجرها عشان يثبتوا لسيدات البيوت اللي بيعملوا عندهم مدى إخلاصهم وولائهم لهم. كانت فرح بنت عبد الواحد بتحلم إنه يرضى عنها زمانها وإنها تجد عمل ثابت دائم، طباخة مقيمة دائمة تتقاضى أجر نقدي ثابت أو مرتب ثابت، وكمان تأكل بحكم مهنتها طعام فاخر من اللي بيأكله الأسياد. في ترام الرمل كان حديث الناس بيدور عن جرائم ريا وسكينة، وكان ركاب الترام بيتنافسوا وبيستعرضوا اللي يعرفوه من معلومات عن قضية ريا وسكينة، اللي سمعوها من قريب لهم دايما بيوصفوه بأنه مستوظف كبير في المحافظة أو من اللي بيقروه في الصحف. كانت فرح بنت عبد الواحد بتستمع لهم صامتة وبتشاهد نظرات الإعجاب للمتحدثين على القضية من اللي يعرفوا بواطن الأمور. ما قدرتش فرح بنت عبد الواحد الجائعة للاحترام والاهتمام ما قدرتش تمنع نفسها، وارتفع صوتها وهي بتروي وبتحكي لركاب ترام الرمل قصة وهمية من الأكيد إنها نفسها تعجبت ودهشت منها. قالت فرح حكاية من خيالها، وقالت إنها كانت بتعمل طباخة في قصر أحد البشوات في شارع منشة وبتتقاضى أجر زعمت إنه 10 جنيه في الشهر. طبعا 10 جنيه في الشهر ده مبلغ هائل. أكملت فرح كلامها وكذبها وأحلام اليقظة بتاعتها، وقالت
إنها بعد فترة شعرت إن الأجر ده قليل ولا يتناسب مع المجهود اللي بتبذله ولا يساوي إعجاب الباشا وضيوفه من البشوات والخواجات بالأكل اللي بتصنعه لهم. وصلت فرح لذروة الكذب لما قالت إن الكثيرين منهم عرضوا عليها إنها تعمل في قصورهم بأجر يصل لضعف اللي كانت بتتقاضاه في قصر الباشا اللي بتعمل عنده. بدأت فرح تلح على الهانم صاحبة القصر إنها ترفع لها أجرها. لم تستجيب لها الهانم، زهقت فرح من الرفض والتسويف، فرفعت صوتها ذات يوم تحتج وتهدد بترك العمل. فلما سمعت الهانم أرسلت لها وصيفتها الخاصة اللي اصطحبت فرح معاها للطابق الثالث من القصر اللي ما كانش دخلته قبل كده ولا كانت شافته. بعد جولة طويلة بين ممرات الطابق الثالث من قصر الباشا، قادتها الوصيفة لحجرة مظلمة كانت بتحتفظ بمفتاحها معاها. وأول ما دخلت فرح الحجرة المظلمة وجدت حفرة عميقة. أشارت لها الوصيفة وقالت لفرح: عارفة دي إيه؟ دي تربة بندفن فيها اللي بيقول عاوز علاوة ونردم عليه. فخافت فرح وهربت من القصر وما رجعتش له تاني. وطبعا دي كلها كانت قصة وهمية ألفتها فرح بنت عبد الواحد، طبعا في نظرات الإعجاب والاحترام من ركاب الترام. وطبعا معظم ركاب ترام الرمل اللي سمعوا القصة المزعومة من فرح بنت عبد الواحد لم يصدقوها بسبب عدم منطقيتها، لأن المدافن أو القبور لا توجد في الطوابق العليا اللي لا يوجد بها أرضية للحفر فيها أو الدفن فيها. ممكن يكون بعض الركاب فهموا أن القصة وحكاية الدفن مجرد سبب عشان فرح تتحدث عن نفسها وتتباهى أمامهم بأنها طباخة محترمة لدى قصر أحد البشوات وتاخد 10 جنيه في الشهر، وكمان عندها الشجاعة والقدرة أنها تحتاج وتطلب زيادة أجرها. كانت فرح في الحقيقة مقهورة بتحاول تنفس عن أحلامها المجهضة وعن إحساسها بالعجز في مواجهة القهر والأسوة اللي بتقابلها في البيوت اللي بتخدم فيها. ولكن شاب عمره حوالي 18 سنة كان بيعمل مخزنجي في أحد محالج القطن، كان اسمه محمد سيد سلام، صدق قصة فرح بنت عبد الواحد. يمكن يكون من سذاجته افتكر أنه ممكن يكسب بعض الأموال لو أنه قام بإبلاغ الشرطة عن اللي سمعه من فرح. أول ما انتهت فرح بنت عبد الواحد من رواية قصتها المزعومة الكاذبة، اقترح عليها الشاب ده أنها تقوم بإبلاغ الشرطة بالمعلومات اللي عندها. يمكن يكون في علاقة بين المدفن اللي شافته في قصر منشة وبين المدافن اللي كشفت عنها الشرطة في بيوت ريا وسكينة، أو إنها تذكر له عنوان القصر أو البيت واسم صاحبه عشان يقوم هو بنفسه بإبلاغ الشرطة لو كانت هي خايفة تبلغ. في اللحظة دي تنبهت فرح للمشكلة وللمأزق اللي وقعت فيه بسبب رغبتها في التفاخر وحبها للاستعراض. تراجعت فرح خطوات وقالت إنها مش خايفة من شيء، ولكنها بإذن الله هتبلغ بنفسها. وانسحبت فرح من المناقشة وصمتت عن الكلام تماما بقية الطريق في الترام. ولما وصل الترام لمحطة الرمل نزلت منه ومشيت خطوات قليلة على رصيف المحطة، تفاجئت بالشاب بيطلب منها انها تصحبه لاسم الشرطة عشان تبلغ باللي تعرفه من معلومات. حاولت فرح التنصل والهرب من الشاب المتطفل وقالت له انها هتبلغ بعدين، ولكن الشاب المتطفل اللزج استمر يحاصرها وتحول الامر بينهم لمشادة. تدخل فيها احد جنود الشرطة اللي كانوا موجودين وأخذهم واستحبهم هما الاثنين على اسم شرطة العطارين. وجدت فرح بنت عبد الواحد نفسها في موقف لا تحسد عليه. مثلت فرح أمام الملازم تاني عبد الغفار أحمد ملاحظ اسم شرطة اللبان بعد ما حولها إليه اسم شرطة العطارين. كان على فرح إنها تكذب كل الحكاية الكاذبة اللي استعرضت وتفخرت بها أمام ركاب ترام الرمل. اعترفت فرح بنت عبد الواحد أمام الملازم تاني عبد الغفار أحمد إنها امرأة فقيرة مسكينة لم يسبق لها إنها دخلت بيوت أو قصور أي بشوات، لا بشكل دائم ولا حتى مؤقت. وقالت فرح إن اللي أبلغ عنها كان بيعكسها وبيطاردها بصحبة شابين آخرين لحد ما ضاقت وزهقت منهم ومن معاكساتهم وبزاءتهم واشتبكت معاهم، فحضر الشرطي وقبض عليهم ووداهم لإسم شرطة العطارين. طبعا لم يصدق الملازم تاني عبد الغفار أحمد اللي قالته فرح، لأنها كانت ست كبيرة في الستين من عمرها ولم تكن صغيرة في السن ولم تكن جميلة عشان تغري أي حد بمعاكستها أو مطاردتها. ولما عرض الأمر على سليمان بك عزت كلفه أنه يصحب فرح بنت عبد الواحد لشارع منشة ويعرضها على أصحاب القصور الموجودة في الشارع. وفعلا استحب الملازم عبد الغفار أحمد فرح بنت عبد الواحد على شارع منشة
شارع أحلام فرح بنت عبد الواحد استمر لمدة 3 أيام يعرض فرح على أصحاب القصور والفيلات الموجودة به، حتى على أصحاب البيوت المتوسطة والفقيرة والدكاكين الصغيرة، ولكن من حسن حظ فرح إن محدش اتعرف عليها. وأطلق سليمان بك عزة صراح فرح بنت عبد الواحد، واللي كفت من الوقت ده لحد آخر عمرها عن الحلم، عن مجرد الحلم بأنها تعمل طباخة في أحد قصور شارع منشة، أو أنها ترفع صوتها بالاحتجاج في وجه أسيادها. هنقول لكم دلوقتي نص التحقيق مع فرح بنت عبد الواحد، واللي تم بمعرفة الملازم تاني عبد الغفار أحمد. استدعى الملازم عبد الغفار أحمد فرح وسألها: ما هي صناعتك؟ جيم: خدامة أغربل وأغسل وأدخل البيوت. سين: أليس لك صناعة أخرى؟ ألم تعملي من قبل طباخة؟ جيم: أبدا، عمري ما اشتغلت طباخة. سين: ألا تعرفين هذا الشاب محمد سيد سلام؟ جيم: لا، لكن بقاله 3 أيام بيعكسني في الطريق مع جدعين تانيين. سين: ألم تكوني راكبة الترام؟ جيم: أيوة. سين: ألم يحصل بينك وبين راكبة أخرى حديث عن عملك كطباخة في بيت بشارع منشة، وهناك شاهدتي حفرة وقالت لك حرمة إنها مخصصة لدفن النساء؟ جيم: أبدا ما حصلش. سين: لماذا يدعي عليك هذا الشاب ذلك؟ جيم: علشان كان بيعكسني وأنا شتمته. دي كانت أقوال فرح بنت عبد الواحد أمام عبد الغفار أحمد ملازم اسم شرطة اللبان. وزي ما قلنا أخلى سليمان بك عزة صراحة وانتهى الأمر بكده. أما الوقعة التانية، وقعة حسن الفار نجار الطبالي الفاشل في مدينة كفر الزيات. كان حلم حسن الفار أنه يصبح مخبر في الشرطة، وبسبب حلمه ده قاد زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة للوقوف أمام المحقق وللتحقيق معاها. حسن الفار ما كانش سعيد بمهنته كنجار، كان بيعتقد أن المهنة دي لا تليق برجل متعلم زيه يعرف القراية والكتابة، وترك المدرسة الابتدائية بعد عامين فقط من التحاقه بيها. وبسبب أنه كان يعرف القراية والكتابة كان حسن الفار بيتعالى على زملائه من النجارين وبيحتقرهم، فاعتزل مهنة النجارة وبدأ يرسل للمسؤولين في محافظة الغربية طلبات توظيف. كان بيحرص في كل الطلبات دي أنه يؤكد أنه من المتعلمين اللي يعرفوا القراية والكتابة. كان حلم حسن الفار زي ما قلنا أنه يعمل مخبر شرطة، رغبة منه في الهيبة الاجتماعية، وعشان يختلط برجال الشرطة ذوي النفوذ المادي والمعنوي، وعشان الناس تعمل له 1000 حساب ويخافوا منه وينافقوه، وبالتالي يشبع رغبته المكبوتة أنه يسيطر عليهم ويزلهم ويقطع ألسنتهم اللي كانت بتهزأ منه من بطلته وتعاليه عليهم بأنه متعلم. كانت زينب أم مصطفى رجعت كفر الزيات عشان تواصل عملها في المقهى الصغير اللي كانت بتديره مع ابنها الأكبر أبو العلة، بعد يومين فقط قضتهم في الإسكندرية بعد القبض على ابنتيها ريا وسكينة وأزواجهم. وجدت زينب أم مصطفى إن مفيش داعي لاستمرار وجودها في الإسكندرية، وبناتها في السجن ما تقدرش تعمل لهم أي شيء، وكمان ما كانتش تقدر تتحمل نفقات الإقامة في مدينة الإسكندرية. وبسبب إنها تعرضت لموقف عصيب لما أخدها شيخ الحارة من وسط الزحام اللي كان بيحيط بمبنى اسم شرطة اللبان عشان تمثل أمام المحقق ويستجوبها عن صلتها بابنتيها، وكمان عن التلغراف اللي كانت أرسلته لها ريا تستدعيها بعد القبض على سكينة. أول ما أخلى المحقق سبيل زينب أم مصطفى، وفي نفس الليلة غادرت الإسكندرية ورجعت لكفر الزيات عشان تبعد عن شبهات التحقيق والمحققين. وطبعا زاع صيت زينب أم مصطفى في مدينة كفر الزيات الصغيرة على اعتبار إنها والدة ريا وسكينة المجرمتين الرهيبتين اللي بتتحدث عنهم الصحف والناس والقطر المصري كله. وكان أكتر شخص اهتماما بكده هو حسن الفار اللي أخذ يتابع أخبار القضية في الصحف ويغرق في أحلام اليقظة، يحلم أنه قدر يحل لغز قضية ريا وسكينة اللي حير الشرطة والنيابة والحكومة، وأن الصحف نشرت اسمه وصورته، والباشا مدير مديرية الغربية استقبله، ويمكن صاحب المعالي ناظر الداخلية. لا، وصلت أحلام اليقظة لحسن الفار أن عظمة السلطان أحمد فؤاد شخصياً يستقبله بنفسه في قصر عابدين عشان يشكره على مجهوده في خدمة الوطن والعرش، وأكيد هينعم عليه بوسام، أما المؤكد أنه هيحقق له الحلم بتاعه ويعينه مخبر شرطة في مركز شرطة كفر الزيات. دي كانت أحلام يقظة
لحسن الفار. سافر حسن الفار لمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية اللي بتتبعها كفر الزيات في يوم عشان يشتري صور ريا وسكينة اللي كانت المطابع في الإسكندرية بتطبع منها آلاف النسخ عليها اسمهم باللغة العربية والإنجليزية مع أشعار وأسجال تفضح أعمالهم وتصفهم بأبشع وأشنع الأوصاف. كانت النسخة الواحدة من الصور دي بخمس مليمات يعني بنص قرش. أثناء تجول حسن الفار في مدينة طنطا قابل بالصدفة عثمان فوزي. عثمان فوزي هو أحد أهالي مدينة كفر الزيات اللي ربنا فتح عليهم وتعين مخبر شرطة في حكمدارية شرطة مديرية الغربية يعني مديرية أمن الغربية، ودعاه لفنجان قهوة على حسابه عشان يشبع فضوله لمعرفة أخبار الجرائم وأحوال الحكمدارية باعتبار عثمان فوزي هو الواسطة اللي هيساعده في تحقيق حلمه أنه يعمل كمخبر. وفي مساء نفس اليوم كان حسن الفار بيجلس على مقهى علي الجندي في مدينة كفر الزيات بيعرض صور ريا وسكينة على رواد المقهى بيستعرض أمامهم آخر أخبار التحقيق اللي عرفها من أصدقائه من ضباط ألم المباحث السرية. وزي ما حصل في ترام الرمل بالظبط بدأ رواد المقهى يتبادلوا اللي يعرفوه من معلومات عن ريا وسكينة. ولأن علي الجندي صاحب المقهى كان بيعمل أهوجي ونفس مهنة زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة، استمر علي الجندي يتباهى باللي يعرفه عن زينب أم مصطفى. قال علي الجندي عن زينب أم مصطفى إنها كانت بتكثر من السفر للإسكندرية خلال الشهور السابقة، وكانت بترجع كل مرة بقفة ضخمة مليئة بالملابس النسائية المستعملة بتعطيها للخواجة عبدو حليتو الترزي اللي كانت بتستأجر منه المقهى عشان يبيعها لحسابها في دكانه، وإن من بين الملابس دي جلباب وطرحة باعهم الخواجة عبدو حليتو لامرأة بتعمل حارسة على حظيرة الخنازير اللي كان بيملكها بخمسين قرش. صباح اليوم التالي كانت المعلومات دي أمام المخبر عثمان فوزي عن طريق حسن الفار، ونقل المخبر عثمان فوزي المعلومات دي لمفتش مباحث المديرية اللي اهتم بيها واستمع ليها من المخبر الموهوب حسن الفار. عصر اليوم نفسه ألقى القبض على زينب أم مصطفى وقضت ليلتها في مركز شرطة كفر الزيات، وفي الفجر تم ترحيلها تحت الحراسة المشددة بصحبة حسن الفار اللي حكى القصة بالتفصيل للصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان. ختم حسن الفار كلامه لمحمد كمال نامي وقال له أنه سبق وساعد الشرطة في كفر الزيات على التوصل للجناه في كثير من الجرائم الغامضة، كان آخرهم جريمة سرقة مواشي وقعت من أسابيع وهو اللي حل لغزها، وقال أنه هيواصل جهوده في قضية ريا وسكينة. وأضاف حسن الفار للصاغ محمد كمال نامي وقال له أنا حعس على الحكاية دي، وإذا وصلت لشيء حبلغه لسعادتك أو للداخلية في مصر. اهتم سليمان بك عزت بالوقعة وكلف محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان أنه يصحب حسن الفار هو وزينب أم مصطفى لمدينة كفر الزيات ويقوم بتفتيش مقهى ومسكن زينب أم مصطفى وابنها أبو العلا ودكان عبدو حليتو بحثا عن أفف الملابس النسائية المستعملة. لم يجد المأمور شيء في مقهى زينب أم مصطفى إلا جلباب نسائي أسود قديم وجلباب رجالي ممزق. لم يجد المأمور لها ولا لابنها أبو العلا مسكن لأنهم كانوا بيبيتوا في المقهى اللي بيعملوا فيه. كمان كان دكان عبدو حليتو الترزي الملاصق للمقهى مليء بالملابس المستعملة، ولكن المأمور لم يجد أي ملابس نسائية فيها. كانت معظم الملابس الموجودة ملابس أطفال بيتم تفصيلها، وكمية من الملابس والأحذية العسكرية اللي بتتباع بالجملة من مرتجعات الجيشين المصري والإنجليزي. بعد التحقيق اللي استمر طوال اليوم اكتشف الصاغ محمد كمال نامي ان بلاغ حسن الفار ضد زينب أم مصطفى بلاغ من شخص صاحب عقل مليء بالريبة والشكوك. افترض من خلاله حسن الفار انه لا يمكن ان تكون أم ريا وسكينة زينب أم مصطفى وشككهم الأكبر بعيدا عن جرائم ريا وسكينة، وده قاد حسن الفار لتفسير شواهد عادية شك من خلالها ان الأم زينب أم مصطفى شريكة مع ريا وسكينة في الجرائم. وطبعا ده غير صحيح بالمرة، لأن الأم زينب أم مصطفى والشقيق الأكبر أبو العلا علي همام ليس لهم أي علاقة بعمليات عصابة ريا وسكينة وما كانوش يعرفوا عنها أي شيء. أما الخواجة عبدو حليتو ده كان مهاجر شامي ترك مدينة حمص في سوريا قبل الحرب العالمية الأولى بحوالي 10 سنوات يعني حوالي سنة 1904، واستقر في مدينة كفر الزيات وفتح دكان خياطة ودي مهنته الأصلية،
وأثناء الحرب بدأ يتوسع في النشاط التجاري، ودخل في عمليات شراء الملابس المستعملة من باعة الروبابيكيا ومن سوق الكانتو ومن مخلفات الجيش عشان يعيد بيعها بعد إصلاحها وصبغها. كمان كان عبده حلته بيقرض بفائدة، يعني بيعطي قروض ربوية. بعد كده شارك أحد أهالي مدينة كفر الزيات في إنشاء حظيرة للخنازير، وافتتح مقهى صغير. في النهاية قرر عبده حلته أنه يتفرغ لتربية الخنازير، فترك دكان الخياطة لأحد صبيانه مقابل نسبة من الربح، وأجر المقهى من الباطن لأبو العلة علي همام شقيق ريا وسكينة اللي كان بيعمل فيها صبي مقابل إيجار يومي قدره 10 قروش، بالإضافة لتناوله للمشروبات مجانا. في التحقيقات اللي أجراها الصاغ محمد كمال نامي، أنكر علي الجندي صاحب المقهى أنه يكون شاف زينب أم مصطفى وهي راجعة من الإسكندرية بأفف من الملابس المستعملة. كمان نفى الخواجة عبده حلته أنه تكون زينب أم مصطفى بعت له أي ملابس نسائية مستعملة. وأضاف عبده حلته أن الجلباب والطرحة اللي باعهم لحارسة حظيرة الخنازير دي كانت ضمن صفقة من الملابس القديمة اللي كان اشتراهم من سوق الكانتو في القاهرة. أما أبو العلة علي همام شقيق ريا وسكينة ما كانش في حاجة للتدليل على كذب بلاغ حسن الفار، لأن الفقر المدقع كان ظاهر عليه ولم يكن في حاجة لمزيد من الأدلة. لما واجه المحقق بقصة أفف الملابس النسائية المستعملة اللي حضرت بها أمه من الإسكندرية، قال أبو العلة بصوت زليل وكثير: كان بان علينا يا فندي أني ما احتكمش إلا على جلبيتين مقطعين زي ما أنت شايف، وأمي ما عندهاش غير الجلبية اللي لبساها والجلبية اللي لقيتوها في القهوة، شحتناهم من تاجر قماش اسمه الحاج صالح بيطلعهم زكاة ماله. بكده تأكد محمد كمال نامي إن زميله معاون مركز شرطة كفر الزيات كان على حق لما وصف له حسن الفار وقال له إنه شخص لا صناعة له ولا عمل يتعيش منه، بيحترف الخبص والنميمة وإزعاج السلطات. فأغلق الصاغ محمد كمال نامي محضره ورجع بيه ومعاه زينب أم مصطفى للإسكندرية، وعرضها على رئيس النيابة سليمان بك عزت اللي أمر بحفظ التحقيق والإفراج عن زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة. رجعت زينب أم مصطفى مرة تانية لكفر الزيات ولم تعد منها للإسكندرية مرة تانية، لم تحضر لا المحاكمة ولا دفن ريا وسكينة بعد إعدامه. دلوقتي هقدم لكم نص التحقيق مع حسن الفار. استدعى محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان حسن الفار وسأله: سين، ما الذي تعلمه عن هذه الحادثة؟ قال حسن الفار: قرأنا في الجرائد قضية اختفاء النسوة في الإسكندرية، ويوم كنت قاعد في قهوة علي الجندي مع بعض أصدقائي تكلمنا في موضوع القضية، وأنا قلت لأخوالي والله اللي يعرف شيء عن هذه القضية لازم يخبر الحكومة لأن ده الصواب. فقال لي علي الجندي صاحب القهوة إن والدة ريا وسكينة بتسكن هنا في كفر الزيات، وإنه لاحظ إنها بتسافر الإسكندرية وترجع معاها ملابس كتير، وبتحفظها في قهوة ابنها أبو العلة وتباعها بواسطة الخواجة عبده حلته، وهو شامي وصاحب دكان خياط ملاصق للقهوة بكفر الزيات. سين، من الذي كان جالسا معك في القهوة وسمع هذا الكلام؟ جيم، واحد اسمه أحمد الوصيفي من كفر الزيات. وبعد كده حط إيده على جبهته قال كأنه بيفكر وقال: وأشخاص آخرين لا أتذكر أسمائهم. سين، ولماذا أنت الذي اهتممت بالإبلاغ وحدك من ضمن جميع الجالسين؟ جيم، لأني قدمت للداخلية طلب علشان أشتغل بوليس سري، وقبل كده كنت اشتغلت في قضية سرقة مواشي وأثبتت فايدة كبيرة وتم ضبط المواشي المسروقة، فأنا أسرعت بالإبلاغ علشان الحكومة تشوف إني بشتغل دايما بإخلاص فتعيني مخبر. بعد كده زي ما قلت كلف سليمان بك عزت الصاغ محمد كمال نامي بالذهاب لكفر الزيات، فاصطحب حسن الفار وذهبوا لكفر الزيات، وحرر بعد كده محمد كمال نامي في محضره: قمنا اليوم إلى كفر الزيات بقطار الساعة 6:30 صباحا، وقد بحثنا طويلا عن حسن الفار فلم نجده حتى قيام القطار، فسافرنا ومعنا تذكرته التي سنجري اللازم نحو إلغائها، وكان معنا الجاويش إبراهيم نصير والنفر مرقو السريال، وقد وصلنا كفر الزيات الساعة 8:30 أفرنجي صباحا، وتقابلنا مع اليوزباشي محمد أفندي حجازي، وانتظرنا حتى حضر مأمور المركز إسماعيل بيك صادق، وطلبنا من حضرته المساعدة، فقام معنا ومعه حضرة معاون بوليس المركز وبعض العساكر والخفراء الذين يعرفون جميع المنازل والدكاكين.
بدأوا أولا بمداهمة وتفتيش قهوة أبو العلا شقيق ريا وسكينة، فوجدوه هناك وعثروا على جلبية حريمي سودة قديمة. بعد كده انتقلوا لدكان الخياط عبدو حلتو اللي ملاصق للمقهى تماما، عثروا في الدكان على العديد من الأقمشة والملابس القديمة، ولكن مفيش فيها ملابس نسائية، كانت من مرتجعات الجيشين المصري والإنجليزي. بعد كده ذهبوا لمنزل عبدو حلتو، هناك عثروا على بعض الجلاليب قالت زوجته إنها لبنته الصغيرة، وكمان عثروا على جوز غوايش بمحبس، واحدة منهم برسم قلب والتانية برسم حافر حصان. لاحظ المأمور إن الغوشتين أكبر مقاسا من إيد السيدة صاحبة المنزل. كمان عثروا على فردة إسورة برسم تعبان لها محبس بألاوز، وسألها فين الفردة التانية فوجدها بتلبسها في إيدها. قالت زوجة عبدو حلتو للصاغ محمد كمال نامي: أنا خلعت مصاغي كله النهاردة علشان بغسل. أثبت الصاغ محمد كمال نامي في محضره، وقد تحققنا من أنها حقيقة كانت تغسل في الملابس، حيث وجدنا الغسيل مبلل في الطشت. بعد كده سألها الصاغ محمد كمال نامي على زوجها عبدو حلتو، قالت له أنه ذهب لعزبة كازولي لشراء بعض الخنازير اللي بيربيها ويتاجر فيها. بعد قليل حضر عبدو حلتو وبدأ استجوابه الصاغ محمد كمال نامي. سأل الصاغ محمد كمال نامي عبدو حلتو: سين، من أي تاريخ وأنت تسكن وتقيم في كفر الزيات؟ قال عبدو حلتو: من 11 سنة تقريبا. سين: وهل أنت من يوم حضورك بتشتغل خياط؟ جيم: أيوة، وكمان بشتغل في تجارة الخنازير. سين: وهل القهوة التي يشتغل فيها أبو العلا شقيق ريا وسكينة بتاعتك؟ جيم: أيوة، وهو صنايعي فيها. سين: هل تعرف والدتهم زينب أم مصطفى؟ جيم: أيوة. يواصل الصاغ محمد كمال نامي استجواب عبدو حلتو: سين، هل لك عادة أن تشتري الملابس القديمة؟ جيم: نعم. سين: ممن تشتري هذه الملابس القديمة؟ جيم: من واحد اسمه مصطفى، له محل بيفرش فيه على الأرض، ومن مدة شهر اشتريت ملابس قديمة، جاكيتات وبنطلونات بالأقة. سين: أليست لك عادة أن تتاجر في ملابس الحريم القديمة؟ قال عبدو حلتو: لا. سين: ومن أين المصاغ الذي ضبط مع زوجتك؟ جيم: هي اشترتهم وكنت معاها من واحد اسمه توفيق عيسى. سين: هل سبق أن أحضرت لك المدعوة زينب أم مصطفى والدة ريا وسكينة أية ملابس قديمة من الإسكندرية؟ جيم: أبدا. سين: هل تعرف حسن الفار؟ جيم: نعم أعرفه. بعد كده سألوا الصاغ محمد كمال نامي وقال له: أخبرنا حسن الفار أن والدة ريا وسكينة أحضرت عندك ملابس حريمي وقد بعتها لحسابها. جيم: هو كذاب. تصادف في نفس اللحظة أنه دخل حسن الفار، صرخ عبدو حلتو في وجهه وقال له: كذاب في أصل وشك. بعد كده سأل المأمور حسن الفار: ألا يوجد عندك دليل على صحة أقوالك؟ قال حسن الفار: مفيش دليل أكتر من أن دكان عبدو حلتو قدام أو ملاصق لمقهى أخو ريا وسكينة. بعد كده استدعى الصاغ محمد كمال نامي زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة، وقالت أن اسمها زينب أم مصطفى، عمرها 70 سنة وصناعتها أهوجية. سين: هل أرسلت ابنتك ريا تلغرافا تطلب منك سفرك إلى الإسكندرية بقطار الصعيد؟ جيم: أبدا، يمكن وصل بعد ما أنا سافرت الإسكندرية. سين: هل تعرفي عبدو حلتو؟ جيم: أيوة. سين: هل أحضرت له ملابس قديمة واشتراها منك؟ جيم: أبدا. بعد كده أشار ليها المأمور على حسن الفار، وسأل زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة: هل تعرفين هذا الشخص؟ قالت زينب أم مصطفى: أنا معرفش الجدع ده. بعد كده استدعى الصاغ محمد كمال نامي المدعو علي الجندي صاحب القهوة اللي زعم حسن الفار أنه استقى معلوماته أو سمع المعلومات منها. سين: هل تعرف حسن الفار؟ جيم: أعرفه، وهو له عادة يجلس في قهوتي. سين: هل تذكر أنكما ذات ليلة تكلمتما بخصوص قتل النساء في الإسكندرية؟ جيم: لم نتكلم فيها، إنما في ليلة حضر حسن الفار ومعاه صورتان في إيده ومرسوم فيهما صورة ريا وسكينة، والناس اللي كانت قاعدة اتفرجت عليها وانصرفوا. سين: ألم يحدث كلام في هذا الموضوع بينكم؟ جيم: أبدا. سين: هل تعرف زينب أم مصطفى والدة ريا وسكينة؟ جيم: أيوة أعرفها، وكان لها قهوة بجواري حوالي 4 سنوات. سين: ألم تلاحظ أنها كانت تسافر إلى ابنتيها في الإسكندرية؟ جيم: ما أخدتش بالي.
سين ألم تلحظ أنها تتاجر في الملابس القديمة؟ جيم لا. سين ألم تشاهدها ذات يوم تدخل دكان عبد حليتو حاملة ملابس قديمة؟ جيم لا. سين ألم تخبر حسن الفار بذلك؟ جيم لا. دي كانت أقوال علي الجندي صاحب المقهى في كفر الزيات. وبكده انتهت تحقيقات الصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان في البلاغ أو في الشكوى أو في الاتهام اللي قدمه حسن الفار ضد زينب أم مصطفى بخصوص أنها كانت شريكة في عمليات عصابة ريا وسكينة. استمعنا لأقوال أو التحقيق مع حسن الفار، وبعد كده التحقيق مع عبد حليتو، وبعد كده مع زينب أم مصطفى، وأخيرا مع علي الجندي صاحب المقهى في كفر الزيات. وطبعا زي ما قلنا انتهى الأمر أن سليمان بك عزت حفظ التحقيق وأخلى سبيل زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة اللي عادت لكفر الزيات وما رجعتش الإسكندرية مرة تانية. قال الصاغ محمد كمال نامي في ختام محضره: علمنا من حضرة معاون بوليس المركز أن حسن الفار لا صناعة له ولا شغل يتعيش منه سوى الخبص والنميمة، وسبق أن طلب من جناب مدير إدارة الأمن العام تعيينه كبوليس سري أو إلحاقه بأي وظيفة. وقبل ما ينصرف الصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان عشان يلحق القطار المتجه للإسكندرية، سأل معاون بوليس كفر الزيات: هل حسن الفار هذا ساعدكم قبل كده في ضبط قضية سرقة مواشي؟ رد عليه معاون البوليس وقال له: أبدا ما حصلش يا فندم. وبكده بتنتهي حلقة النهاردة، قدمت لكم فيها واقعة فرح بنت عبد الواحد، واقعة حسن الفار وزينب أم مصطفى أم ريا وسكينة، والتحقيقات اللي تلت الواقعتين. بتمنى أن الحلقة أو الفيديو يكون نال على إعجابكم ورضاكم، ومنتظر آرائكم وأسئلتكم في التعليقات. إلى اللقاء في الحلقات القادمة، دمتم أعزائي بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.